فكرة الفيلم الفكرة جادة جدا، ولكن محطوط في إطار محبب لقلبي جدا. يعني أنا بحب الكوميديا بس بحب إن المواضيع تبقى جادة، مش الكوميديا للكوميديا فقط لا غير. التركيز على القضايا العائلية وعلاقة الرجل بالمرأة الفترة الأخيرة دي صارت دراما، بس مش مشاكل كترت ولا ايه السبب؟ انت ايه رايك يا تارا؟ اكيد ما في بيت ما يخلاش من المشاكل. يلا لازم نخش.